دكتور، عندنا حالة صلاح عيسى الأحمد، سوري جنسية، عمره 35 سنة، وكنت تفاصيل باقية عند محمود. نعم سيدي، التفاصيل موجودة وأنا كنت بدي أتصل معه فورا، لكن أعطيكم شيء بسيط عنه. إيه، خلنا نبدأ عنه. الأول فكرة أنه عايش في البادية الشمالية اللي هي المخرج. المخرج عامل مداومة بالنسبة للدخل، هذول بيشتغلوا في المزارع لما يكون في موسم شغل، ما في موسم شغل هو جالس ما عنده شيء آخر. نقدر نقول نص السنة شغال نص السنة شغال نص السنة جالس. بالإضافة اللي هي المفوضية معروفة عندهم فيها مبلغ معين. بالإضافة إلى وضع البيت يعني ما لا يخفى أكيد بده يعني. إذا ركب عندك خلنا نتصل شراكة. خلاص والله زين. على العموم يعني هي الحالة نقول محتاجة مبدئيا. ويظل البحث الميداني والسؤال الميداني هو الأقدر على لأنه إحنا الحقيقة في قطاع الخيرية نسعى لإيصال المساعدة المستحقها، وهذه نقطة مهمة في العمل، يعني إنه مش فقط إنه والله بدي أقدم مساعدة، لا، المساعدة لمستحقها لأنها أمانة، سواء كان الزكاة سواء كان صدقة، قطاع الخيرية حريصة على إيصال هذه المساعدة لمستحقها وايضا وفق الاحكام الشرعيه. نعم. خلينا نتصل يا محمود نشوف ايش. انا راني اكتب عنده مكالمه لكن نحاول كمان مره. خلينا ننتظر شوف. شبكه زين. يرجى الانتظار. المشترك مشغول حاليا بمكالمه اخرى. Please hold. The customer is currently engaged with another call. اظن خلاص احنا في الطريق. نتصل فيه. نزوره نشوف. مهمتنا ان شاء الله المفرق بعد ان شاء الله. ان شاء الله. تهجرت العديد من العائلات حاملة معها الذكريات وهموم الماضي. تعود الأطفال على اللعب بما تقتضيه الظروف، واعتاد الأهل على إعطائهم الأمل. سكن معظمهم الخيام مفترشين الأرض ينتظرون العون. عائلة جديدة نزورها اليوم يسعون إلى النجاة. البيت. السلام عليكم. أخ صلاح. تفضل. الله حيه. أهلا وسهلا. أهلا وغلا. شرف. يا مرحب. يا هلا. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ أهلين يا هلا. صلاح عيسى صاحب المناجم. أهلا وسهلا. شلون؟ يا هلا يا حي. سايق طيب. أهلين يا هلا. يا هلا. والله عيالك؟ إي والله عيال الحمد لله. حي. عسل. سلموا على خالك. هلا. هلا يا هلا يا هلا. الله يسلمك. الله يحفظك. كيف حالك؟ والله الحمد لله. شخبارك؟ خير ان شاء الله. طيب معك اخوك عبد الرحمن من قطر الخيريه. حياك الله. شلونك؟ ان شاء الله طيب. والله الحمد لله. والله دلونا عليكم اهل الخير. وعندنا بحث ميداني نبغى نشوف وضعكم شلون وكذا. كلمنا عن الموضوع. من سوريا صح؟ نعم من ونعم. سوريا ونعم. والله عايشين من قله الموت، يعني حياه صعبه. اللي عايش بخيمه واللي جاي متهجر من حرب وعايش بخيمة وعنده مريض وحالته مأساوية، يعني الله يعين.
ايش بدنا نكلمك ونحزنك معانا. الله يكفيك. انا جاي عشان اسمعكم. انا جاي عشان يا سيدي جزاك الله خير. والله احنا جماعه من سوريا من محافظه الحسكه. والنعم فيك. نعم وفيك. لما فكرنا انه نطلع على غير بلد من الحرب اللي صارت عندنا، الحرب الموجوده بسوريا معروفه، اخذنا مجموعه ناس واخذنا سياره ومشينا فيها من محافظه الحسكه للشام اللي هي العاصمه. من الشام صرنا كل واحد يدبر حاله في سياره اخرى ووصلنا الحدود. دخلت انا على جوازات، ومن ثم ايش كان معي الولدين وزوجتي. بعد ما دخلنا هان طلبنا اللجوء الى المفوضيه، عرفت؟ اعطونا مفوضيه. اي والله سنه 2013. وبعد ما اجيت لهون سكنت بخيمه، ما قدرت اسكن ببيت لصعوبه لانه بده اجار صاحب البيت، ما قدرت. وانت كم عدد افراد الاسره كامله؟ عائلتك كم كامله؟ عدد افراد اسرتي 8 اشخاص الحمد لله. أشخاص. عندي بنت اللي هي قطر الندى مريضه. ايش فيها؟ هاي معها تشنجات عصبيه ونقص اكسجين في الدماغ، وودها علاج وحصرا على دكاتره اعصاب وعلاج عند دكاتره علاج فيزيائي، وهاي تتطلب اكثر شيء دخل يعني مصروف للعلاج. يعني فيها اعاقه جسديه ولا ذهنيه؟ فيها اعاقه، تاخر في النمو، في عندي تقارير على هالحاله، في تاخر في النمو وبالنطق وبالحركه في كل شيء، وفي بدها اجهزه، بدها جهاز وقوف، بدها كراسي. وشلون تتعامل معها انت اذا هي تعبانه وما عندك شيء؟ وامها شلون تتعامل معها؟ امها تتعامل معها هسه امها خصوصي لخدمتها، يعني عم تمرنها هي بالبيت من اجل لانه ما عندنا حق العلاج الفيزيائي هذا اللي يصير. نعم. وقد عالجتوها قبل ولا وديتوها مكان ولا؟ وديتها دينت من اقربائي اللي هم عمي يعني. ووديتها دكتور بعمان. طيب وش سويت يوم جات الشتويه عندكم والثلج والبرد؟ وش سويت في الخيمه؟ والله يعني ايش سوينا؟ يعني نكسر من هذا الحطب شوفت عينك. ونعلق لهم جوا، في حاط لهم صوفه حطب انا جوا. طيب شو اللي تحتاجونه؟ شو اللي ممكن يساعدكم؟ البنت ودها علاج، ودها علاج عند الدكتور الاخصائي، وودها علاج عند دكتور شو اسمه؟ علاج فيزيائي وعلاج اعصاب. وبدها ادويه، هذه الادويه ما مستحيل تبلش عنها تبطل عنها لحتى البنت تصير مثل اختها بعمر 10 سنوات لحتى تمشي. لازم تستمر على هذه الادويه لين لازم تكبر، لين عمر 10 سنوات. وهي كم عمرها الحين؟ هسه عمرها 2 و8 شهور. الله يحفظها لك. امين. الله ابشر بالخير ان شاء الله. ان شاء الله. والله يجزاك الله خير. والله وجهك والخير ان شاء الله. ابشر بالخير ان شاء الله يا سيدي. انتم اهل الفزعه والله. احنا ان شاء الله باللي نقدر عليه ان شاء الله. ما بتقصر والله. والله ونعم لكم والله. نحافظ على العيال كلهم ان شاء الله. والله حياك الله. الله يحفظك. الله يسلمكم يا رب. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياك الله. حياك الله. أهلا وسهلا يا محمود. احنا الله يسلمك من قطر الخيرية. جاك أخوك محمود وجبنا كل ما تحتاجه، الثلاجة والفرن والسلة الكهربائية، وعندنا كفالة للعائلة وكفالة بعد البنت التعبانة المريضة، وفيها إن شاء الله تغطية طبية العلاج العلاج لها إن شاء الله على حساب قطر الخيرية إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. عظيم هو الخير حين يضيء عيونا وروح العطاء عظيمة كلفتة ود
بنفس محبة ولمسة قلب بكف رحيمة، وماذا سوى الخير يعطي بريقا لجوهرنا ذا جمال وقيمة. سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة. سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة. سعادتنا حين نأتي كحلم لكل شعور يقاسي هموما، فهم بيننا متعبون بصمت وهم كالكنوز بشهر الغنيمة. ونحن معا لن يمروا بيأس ولا بانكسار ولا بهلع،